السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذه الحلقة من برنامج شدوا ستون، الحلقة الثانية اللي كنهضروا لكم فيها في رمضان، كنعاودوا لكم على كنشدوا فيها ستون وكنتكلموا لكم بزاف على المواضيع الأساطير، فهمتي، كنخربقوها شوية. واليوم الموضوع ديالنا مختلف شوية، الموضوع هو غندويو على النعاس، كيفاش الإنسان كينعس وشنو كيطرى ملي كتنعس الجسم ديالك. فالإنسان الدماغ ديالو مقسم لبزاف ديال الحالات، كاينين حالات مسؤولين على التفكير، هو فاش كيكون الدماغ ديالك كينتج شي حوايج، كينتج افكار واحد اللحظه فاش كيكون الدماغ ديالك كيكون في حاله الراحه، وهي اللي غندويو عليها حنا دابا. حاله الراحه كيدخل فيها حتى النوم، بعد ما كيدخل فيها الهدوء وباش انك كتصنط العظيمات كيف ما كنقولوا، كيدخل فيها كذلك حتى النوم. فالنوم هو واحد الحاله بيولوجيه خلقها الله سبحانه وتعالى في الانسان. فالنوم بالطبيعه ديالو كينقسم لبزاف ديال الانواع، كل واحد النوم ديالو كيفاش النظام ديالو. مثلا كاين اللي كينعس مع الوحده ديال الليل، كاين اللي كينعس مع 10 ديال الليل، ولكن علاش كاين تفاوت في هذا النظام؟ علاش كاين واحد كينعس مع 10 وواحد كينعس مع الوحده؟ كيفاش كاين هذا الديفرون اللي كاين ما بين الناس؟ علاش كاين هذا الفرق؟ اجي نشرح لكم علاش هذا الفرق. دابا في الانسان في القديم، مثلا نرجعوا مثلا 2010 2009، ما نرجعوش بزاف. فالانسان في هذه اللحظه ولا في هذه الحقبه ما كانش تطور ديال مواقع التواصل الاجتماعي، فالنعاس مرتبط بالضوء. فالهرمون ديال النعاس ملي كيتفرز في الدماغ ديال الانسان وكيقول لي خاصك تنعس، يكون معلق بالارهاق وكذلك بالعيا. فمثلا ملي كتعيا نتايا كيتفرز داك الهرمون اللي مسؤول على النعاس، وهذا الهرمون سميتو الميلاتونين. شنو كيطرى الانسان ملي كينعس؟ ملي كينعس الانسان كيتجدد الخلايا ديالو، وكذلك كينمو الشعر. ولكن انت مثلا طفل صغير ما بين حتى 17 سنه، فالنمو ديالك كيوقع في النعاس. فلا كان عندك واحد الخلل في النعاس راه يكون عندك كذلك واحد الخلل في النمو. وكذلك حتى ملي كتكون ناعس فالجهاز المناعي ديالك كيبقى خدام. مثلا الى تجرحتي واحد الجرحه فالصباح كتصبح باريه شويه، ولا كتصبح غاده في تحسن. علاش؟ ان الجهاز المناعي ملي كتكون تنعس كذلك هو كيكون خدام، وكذلك التركيز هو مرتبط بالنوم. فلما كنتيش كتنعس مزيان راه كذلك ما غتركزش، والمعدل ديال النعاس هو حتى 7 السوايع و 8 السوايع. هذا هو الحد اللي خاصك تنعس، هو 7 السوايع ولا 8 السوايع في 24 ساعه. ولا ما كنتيش كتنعس هذا العدد، ف كتكون اكثر عرضه للجسم ديالك باش يتصاب امراض بحال شكل صعب. واحد التجربه شدوا طلبه كينعسوا مزيان وما كيحافظوش بزاف، وشدوا طلبه ما كينعسوش مزيان ولكن كيحافظوا بزاف، وشدوا طلبه كينعسوا بزاف وكيحافظوا غير شويه. ولقاو على ان الطلبه اللي كينعسوا مزيان وكيحافظوا شويه اكثر نجاحا من الطلبه اللي كينعسوا بزاف اللي ما كينعسوش بزاف وكيحافظوا بزاف. سبب فحسب بعض المعلومات في ويكيبيديا، فلقيت ان الانسان كينعس الثلث ديال العمر ديالو. فمثلا الا كنتي انت عندك عشتي واحد 90 سنه فغتكون نعستي فيها 30 سنه، اي ان داك العدد الاجمالي كيتقسم على 3، وهذا العدد اللي كيعطيك هو المده اللي نعستي.